بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، صلى الله عليه وسلم. الرجل إذا تزوج بكرا يمكث عندها سبعا ثم يعدل بين الزوجات، وإن كانت ثيب يمكث عندها ثلاثا ثم يعدل. وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ثيب، فمكث عندها ثلاثا ثم قال لها: إن شئت مكثت عندك سبعا، ولكن إن مكثت عندك سبعا كل زوجاتي أعطيهن سبعا سبعا، فتطول المدة، فرضيت بثلاث رضي الله تعالى عنها. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، أي مكثت سبعة ليالي، وإن شئت ثلثت ثم درت أي عدلت. قالت: ثلث، يعني أمكث عندي ثلاث ثم أعدل بين الزوجات، رضي الله تعالى عنها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، وذكر أشياء هذا فيه. قال: إن شئت أن أسبع لك، أي أمكث عندك سبع ليالي وأسبع لنسائي، يعني إذا مكثت عندك سبعا كل زوجة سبعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وتقدم في الحديث الأول، وإن ثلثت لك أعدل بين الزوجات. قالت: ثلث، رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب
أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، لصدق، ولكنه قال السنة كذلك. إذا كان عنده زوجات فإذا تزوج بكرا يمكث عندها سبعا ثم يعدل بين الزوجات، وإن تزوج ثيب يمكث عندها ثلاثا ثم يعدل بين الزوجات. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا. قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فجاءت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها فمد يده إليها، أي مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها زوجته، فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه زينب الغيرة، يعني لماذا تمد يدك إليها؟ ما الآن ليلتي أنا؟ اللهم صل على محمد. فجاءت زينب رضي الله عنها فمد يده إليها، فقالت عائشة أم المؤمنين: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، فتقاولتا، أي كل منهما قال، حتى استخبتا حتى استخبثتا، أي قالتا الكلام الرديء، يعني تكلمتا بكلام غير حسن. وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما، فقال: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر رضي الله عنه فيفعل بي، يعني يؤدبني ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر رضي الله عنها فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ يعني تكلمين بمثل هذا الكلام، يعني أدبها رضي الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله: أما قوله تسع نسوة، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهن اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم، وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله عنهن. هؤلاء التسع، عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله عنهن جميعا. فكان يعدل بين الزوجات صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، حدثنا
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها، أي في ثيابها، فرأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين من امرأة فيها حدة، يعني عندها شدة في الأخلاق. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة أم المؤمنين يومين، يومها ويوم سودة أم المؤمنين رضي الله عنها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عقبة بن خالد حاء، يريد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر حاء. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا زهير حاء. وحدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شريك، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، أن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها لما كبرت، بمعنى حديث جرير. وزاد في حديث شريك قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. سودة أم المؤمنين أول امرأة تزوجها بعد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء، فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زواج من وهبت نفسها له بلا مهر. قال الله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. إذا وهبت المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ورضيها يتزوجها بلا مهر، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول لا بد من ولي، ولا بد من صداق، ولا بد من شهود. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، قال محمد بن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف من نورية، وهي قادمة من المدينة، ماتت بسرف ودفنت هناك من نورية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوج النبي
صلى الله عليه وسلم: فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا، يعني لا تحركوا ولا تزلزلوا، وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي ابن أخطب، ولكن تقدم أنها سودة هي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. قال النووي رحمه الله: وقوله يقسم لثمان مشهور، وأما قول عطاء التي لا يقسم لها صفية فقال العلماء رحمهم الله: هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء، وإنما الصواب سودة التي وهبت يومها لعائشة، هي سودة أم المؤمنين رضي الله عنها. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد، وزاد قال عطاء رحمه الله: كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة رضي الله عنها. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس ينكحون المرأة لأربع خصال: لمالها، أن تكون ذات مال، ولحسبها، أن يكون لها حسب جيد، أو لجمالها، أو لدينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين، تزوج ذات الدين، لأنها تعرف ما عليها وما لها، وتتمسك بدينها. فينبغي للرجل أن يخطب امرأة ذات دين، لأنها تتقي الله وتعرف ما لها وما عليها وتقوم بواجبها. فعلى المسلم أن يخطب المرأة ذات الدين. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. فزواج البكر أفضل، لتكون المودة أكثر والمحبة أقوى. ويجوز التزوج بالثيب إذا كان هناك مبرر. فجابر رضي الله عنه كان له أخوات، فأراد أن يتزوج ثيبا، يعني تقوم عليهن وتربيهن رضي الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم البركة عند الله وحسن طلائقهم
ويأمن المفسد من جهتهم. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فأين أنت من العذارى، أي الأبكار ولعابها؟ يعني البكر يكون المودة أقوى والمحبة أقوى. قال شعبة: فذكرته لعمر بن دينار فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ يعني البكر شابة، ففيه حث على تزوج البكر إلا إذا كان هناك مبرر فيتزوج الثيب. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله والد جابر هلك، أي استشهد في سبيل الله رضي الله عنه، وترك 9 بنات رضي الله عنه، أو قال 7: فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، تزوجت؟ قال: قلت: نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت: بل ثيب يا رسول الله. قال: فهل لا جارية، أي بكر، تلاعبها وتلاعبك، أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له: إن عبد الله، أي أبي، هلك استشهد وترك 9 بنات أو 7، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال لي: خيرا. وفي رواية أبي الربيع: تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قوله: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال: أصبت. ولم يذكر ما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي في غزوة في سبيل الله، فلما أقبلنا، أي راجعون، تعجلت على بعير لي قطوف، تعجل أمام الناس على بعير لي قطوف، يعني بطيء السير، قال النووي: أي بطيء المشي، قطوف أي بطيء المشي، يعني مشيه بطيء. فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة، يعني دقه بعنزة، والعنزة هي عصا في آخرها حديدة، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائٍ من الإبل، يعني صار يسير سيراً جيداً. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي نخس البعير، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرسي، أي تزوجت قريبا. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، أي المدينة، فقال: أمهلوا، أي تأنوا، حتى ندخل ليلا، أي عشاء، يعني في أول الليل، كي تمتشط الشائذة، أي المرأة إذا سمعت بخبر
قدوم المسافرين تتزين لزوجها كي تمتشط الشائثة، أي تمتشط التي شعرها منتشر، وتستحد المغيبة تزيل شعر العانة. قال: وقال إذا قدمت فالكيس الكيس، يعني قال ابن الأعرابي، قال النووي رحمه الله، قال ابن الأعرابي: الكيس الجماع والكيس العقل، والمراد حثه على ابتغاء الولد، يعني يطلب من الله أن يرزقه ولداً صالحاً. فالمسلم إذا جامع زوجته يطلب من الله الذرية الصالحة التي تعبد الله وتتقي الله. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي، حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي، أي تأخر في المسير، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر. قلت: نعم. قال: ما شانك؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا، أي صار بطيء السير، فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه، يعني دقه بالمحجن، والمحجن عصا معوجة الرأس، ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيتني أكفه، أي أمنع البعير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار يسير سيرا جيدا. فقال: أتزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: بل ثيب. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس، يعني استعمل العقل وأطلب من الله الولد الصالح. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بوقية، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير بوقية، الوقية 40 درهم فضة. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. المسافر إذا قدم من سفره يبدأ بالصلاة في المسجد شكراً لله. قال: فدخلت فصليت، ثم رجعت، فأمر بلالاً رضي الله عنه أن يزن لي أوقية، يعني بالميزان، أوقية 40 درهم، فوزن لي بلال رضي الله عنه فأرجح في الميزان، أي جعل الميزان راجح. قال: فانطلقت، فلما وليت قال: أدعو لي جابراً. فدعيت، فقلت: الآن يرد علي جملي، يعني خاف أن يرد الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال: خذ جملك ولك ثمنه، وهبه الجمل ورد له وله ثمن صلى الله عليه وسلم. أعطاه الجمل وأعطاه الثمن صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي. حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ناضح، أي على بعير، إنما هو في أخريات الناس، يعني بطيء السير. قال: فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: نخسه، أي بالعنز، وراه قال بشيء كان معه. قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس، يعني صار البعير طيب يسير سيرا جيدا، فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لا أكفه، أي يمنعه. قال: فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: أتبيعنيه البعير بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال: قلت هو لك يا نبي الله. قال: أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال: قلت هو لك يا نبي الله. قال: وقال لي: أتزوجت بعد أبيك، أي بعد وفاة، بعد استشهاد أبيك؟ قلت: نعم. قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: قلت: ثيبا. قال: فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نظرة: فكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا والله يغفر لك. دعاء للمسلم صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرني شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات. فالمرأة الصالحة نعمة من الله، وهي التي تتقي الله وتتبع شرع الله. اللهم أصلحنا وأصلح أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثني حرملة ابن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. قال النووي رحمه الله: العوج ضبطه بعضهم بفتح العين عوج، وضبطه بعضهم بكسرها عوج، ولعل الفتح أكثر. وضبطه الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله وآخرون بالكسر عوض، وهو الأرجح على مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة إن شاء الله. قال: والضلع بكسر الضاد وفتح اللام، وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم. قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع، وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها. فينبغي للمؤمن أن يصبر على زوجته ويلاطفها ويصبر عليها. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع. الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام. إن المرأة خلقت من ضلع، والضلع معروف عظام الضلع، لن تستقيم إليك على طريق، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج،
وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فينبغي الصبر على المرأة والملاطفة والإحسان. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء، يعني أحسنوا إليهن، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا، أي اصبروا عليهن وتحملوا بعض ما يصدر منهن. وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى يعني ابن يونس، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. قال النووي رحمه الله: والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء، الفرك البغض، أي لا تبغض المرأة، اصبر عليها وتحمل ما يصدر منها من تقصير. الفرك الغضب، البغض، أي لا تبغضها بل اصبر عليها ولاطفها. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء عليها السلام لم تخن أنثى زوجها الدهر. قال النووي رحمه الله: روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سميت حواء لأنها أم كل حي، قيل إنها ولدت لآدم عليه السلام 40 ولدا في 20 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم، فقيل قبل دخوله الجنة فدخلاها، وقيل في الجنة. قال القاضي رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم، فأشبهنها ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس، فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها. أعوذ بالله من الشيطان. الله نهى آدم عن الشجرة، عن شجرة معلومة، فالشيطان زين لحواء الأكل من الشجرة، وهي أخبرت آدم فأكل منها، أكل من الشجرة. وقد تابا إلى الله وتاب الله عليهما. فالخيانة هنا يعني أنها دعت آدم للأكل من الشجرة، هذا معنى خانها. حدثنا وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم،
ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، أي لم يتغير الطعام، ولم يخنز اللحم، ولم يتغير اللحم. قال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما، يعني يأكلون ولا يدخرون شيء، نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد، لما ادخروا أخروا تغير وأنتن. ومن ذلك إذا تأخر الطعام يتغير. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، فحواء عليها السلام ذكرت لآدم الأكل من الشجرة فأكل، فالخيانة أنها زينت أن الشيطان زين لها الأكل من الشجرة، وهي أخبرت آدم عليه السلام وأكلا، وغفر الله لهما. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. كتاب الطلاق. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. فلا يجوز الطلاق للمرأة وهي حائض، فلما طلق أمره أن يراجعها، مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. فالمرأة لا تطلق إلا في طهر لم يقربها فيه، لا يجوز الطلاق وهي حائض، ولا يجوز الطلاق في طهر جامعتها فيه. فإن كنت تريد الطلاق طلقها في طهر لم تدخل بها، لم تجامعها فيه، أو بعدما يتبين حملها، فلا يجوز الطلاق وهي حائض. فإن طلق يقع الطلاق، ولكن يأثم بفعله، فالحائض لا تطلق وهي حائض. فالطلاق السنة، طلاق السنة أن تطلق المرأة وهي طاهر لم تقربها في ذلك الطهر، أو بعدما تبين حملها. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى، قال قتيبة حدثنا الليث، وقال الآخران أخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فالسنة أن تطلق طلقة واحدة، وأما الثلاث دفعة واحدة هذا معصية، لا يجوز أن تطلق ثلاث طلقات دفعة واحدة، ولكن طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها لأنه طلقها وهي حائض، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
أي المراجعة، وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. وقال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة، فطلاق السنة تطليقة واحدة في طهر لم تجامع فيه أو بعدما تبين الحمل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها، يعني الطلقة التي وهي حائض وقعت تعتبر طلقة، ولكن أمر أن يراجعها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها، وقال أبو بكر: فليراجعها. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. فالطلاق الثلاث دفعة واحدة معصية، فطلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه أو بعدما يتبين الحمل. حدثني عبد بن حميد، أخبرني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه، أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، يعني حسبت طلقة، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا يزيد بن عبد ربه، حدثني محمد بن حرب، حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، يعني تعتبر واحدة، طلقة واحدة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، واللفظ لأبي بكر، قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر
رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، إما في طهر لم يجامع فيه أو بعدما تبين حملها. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان وهو ابن بلال، حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد أو يمسك. وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته 3 وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة، يعني واحدة، وهي حائض، فأمر أن يراجع أن يرجعها، قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فما أوى إن عجز واستحمق، يعني تحسب واحدة. قال النووي: معناه أفيرتفع عن الطلاق وإن عجز واستحمق، وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم تحسب، ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته، فإذا طلق وهي حائض تحسب طلقة، ولكن يؤمر بالمراجعة. وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال: يطلقها في قبول عدتها، يعني في طهر لم يجامع فيه أو بعدما يتبين الحمل. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علي عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فما أوى إن عجز واستحمق، يعني تحسب الطلقة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال: فقلت لابن عمر: أفا احتسبت بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق، يعني طلقة تحسب واحدة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن امرأته التي طلق، فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر
رضي الله عنه، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمق. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: مره فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فما يعني فماذا؟ حدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث حاء، وحدثني عبد الرحمن بن بشر، حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما ليرجعها، وفي حديثهما قال: قلت له: أتحتسب بها؟ قال: فما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يُسأل عن رجلٍ طلَّق امرأته حائضًا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلَّق امرأته حائضًا، فذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال: قلت قال: قال ابن جري: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها، فردها، وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، يعني في طهر لم يحصل فيه جماع أو بعدما يتبين الحمل. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو هذه القصة. وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج، وفيه بعض الزيادة. قال مسلم: أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة، عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم،